السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ارجع لكم من جديد في شرح جديد. طبعا هالشرح يتضمن مد جديد. المد هذا بيساعد كثير منكم، سواء اللي يكتبون قصص يحبون اللعبة تكون يعني أكثر من 8، أو عندهم يعني مشروع أو أي شيء يعني يسوونه ويحتاجون يكون أكثر من 8 سيمز في نفس اللعبة أو في نفس التحكم. المد القديم اللي كنت بنزلته وقف من بعد التحديث الجديد للسمس. وزد هذا المد الجديد يعطيكم الصلاحية لأنكم تحطون أكثر من 8 لما 20 سم، ما تقدرون تحطون أكثر من كذا. طبعا يمديكم تخلونهم يحملون هذا الموقع، أنا بحطه لكم، انزلوا تحت وبتلقون رابط التحميل أو لينك حق التحميل، اضغطوا عليه. بعدها بتروحون صفحة ثانية اللي هي صفحة الميديا فاير، اضغطوا على هذا الاخضر. طبعا بعد ما تحملونه او تحملون المد، روحوا عند المستندات او documents، اضغط electronic arts، بعدها the sims 4، بعدها روحوا الملف mods وانقلوا الملف اللي حملتوه وحطوه في هذا الملف حق مودز. روحوا عند الجيم اوبشن، تأكدوا في other، تلقون سكريبت مودز عند هذا الصح، تأكدوا من هالشي. بعدها طبعا تروحون عند الشخصية اللي تبون تضيفونها لبيتكم، تضغطون شفت في الكيبورد وتضغطون على الشخصية، راح يطلع لكم هذه الاشياء، اضغطوا add to family. وبكذا جبتوا الشخصية لبيتكم. أتمنى يكون ذا الشرح فادكم.